بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 125. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. أثابكم الله فضيلة الشيخ صالح. نستهل هذا اللقاء بهذا السؤال من أحد الأخوة المستمعين الكرام، رمز لاسمه بصالح من جدة، يقول: كيف أحفظ نفسي من الشهوات والفتن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فالذي يحفظ هو الله سبحانه وتعالى. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ولكن الإنسان يعمل الأسباب، يعمل الأسباب التي يحفظه الله بها. من ذلك أنه يدعو الله عز وجل، يكثر من الدعاء أن الله يحميه ويحفظه ويكره إليها المعاصي والفسوق والعصيان والكفر، ويحبب إليه طاعة والإيمان. هذا أعظم الأسباب دعاء. ثانيا، عليه أن يلازم أو يجالس أو يخالط الصالحين الذين يعينونه على الالتزام بطاعة الله والبعد عما حرم الله، ويجتنب مخالطة ومصاحبة الأشرار والسفهاء والفسقة، لأنهم يجرونه إلى الشر. عليه كذلك أن يغض بصره عن الحرام، ويكف سمعه عن استماع الحرام، ويكف لسانه عن النطق المحرم. هذه أسباب عظيمة لحماية المسلم في دينه وعرضه وعقيدته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. هذا أبو عبد الله يقول: رجل ذهب إلى العمرة بطائرة وقد لبس ثياب الإحرام قبل الميقات، وعند مروره بالميقات نسي تلبية وقد أتم العمرة، فماذا عليه؟ الكلام على النية. إذا كان أنه تجاوز الميقات ولم ينوي الإحرام ولم يرجع إليه ويحرم منه، فإنه يكون عليه فدية، عمرته صحيحة، لكن يكون عليه فدية عن تجاوز الميقات. أما التلبية فإنها سنة، إن جاءت فهي أفضل، وإن تركها ليست بواجبة. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال آخر. هذا السائل الذي رمز لاسمه بصاد ميم البعلكي من الأردن يقول: هناك من يتصدى للفتية وهو غير مؤهل، نرجو منكم التعليق والإجابة حول هذا. هذا أمر محرم أن الإنسان يفتي بغير علم. الله جل وعلا جعل ذلك فوق الشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال سبحانه وتعالى: ولرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفتي. الذي يقول إن الله حرم هذا أو أحل هذا من غير علم، هذا يفتري على الله الكذب. لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. يجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يكفوا عن الفتية بغير علم. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع نبيل حسني من مصر، مقيم في المملكة العربية السعودية، يقول: أنا شاب أعمل في أحد الفنادق، ودوامي يصل إلى 12 ساعة متواصلة، ولا أصلي صلواتي في الجماعة إلا صلاة الجماعة الجمعة، حيث أنني أصلي في مكان عملي، فهل علي وزر لعدم صلاتي في المسجد؟ إذا كنت محتاجا للعمل ولم تجد غيره وأنت بحاجة إليه، فإنها تسقط عنك الجماعة، صلاة الجماعة، إنك معذور، لأنك مربوط بعمل لا تتركه، وإلا يكون عليك نقص بمعيشتك وطلب الرزق، تكون معذورا في هذا. على أنه يجب على الفنادق التي في بلاد المسلمين أن تجعل فرصة العاملين فيها صلاة الجماعة، ولو أن يجعل مصلى مثلا المكان يجتمع فيه العاملون ويصلون الجماعة، صلون جماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة مع الإمكان. نعم. سؤاله الآخر حفظكم الله، يسأل عن سنة الضحى، هل تسقط عن المسافر؟ هي أصلا ما هي ليست واجبة، هي أصلا ساقطة من ناحية الوجوب، لكنها مستحبة فيها، وهي سنة مؤكدة، ويفعلها المقيم والمسافر، وأقلها
ركعتان، أكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بتسليم، يأتي بها في أثناء السفر ويصلي على حسب ما يمكنه من ثمان أو ركع أو ركعتين أو أكثر من ذلك أو أقل. نعم. هذا السائل حفظكم الله يقول: رجل أصيب بمرض السرطان وأيضا بجلطة وقد توفي رحمه الله، وكان قبل وفاته قد وهب زوجته من أملاكه عقارين، وكان في كامل وعيه وقد نقل ذلك إلى ملكية هذه الزوجة. يقول: ما حكم هذه الهبة علما أن هناك عقارات أخرى للورثة من الأبناء والبنات وكذلك الزوجة؟ لا بد من إثبات هذه الهبة بشهادة شاهدين عدلين عند القاضي، يرجع إلى القاضي ويحضر الشهود عليها، قاضي ينظر فيها، بشرط أن تكون قبضتها أيضا قبل أن يموت، تكون قبضت الهبة استولت عليها قبل أن يموت، أما إذا مات ولم تقبضها ليس لها شيء. نعم. أحسن الله إليكم. هل يعتبر هذا المرض الذي هو فيه مرض مخوف وقد لا يجيز هذه الهبة؟ السائل يقول: بكامل تصرفه، إذا كان في وقت مرض الموت المخوف فليس له هبة وليس له إقرار بشيء. نعم. ما الفرق بين الهبة والوصية حفظكم الله؟ الهبة تكون في الحياة، تمليك في الحياة، وأما الوصية فتكون هي التمليك بعد الموت. نعم. أنتقل إلى هذا السؤال من أم علي من اليمن، تقول: تعمدت بقتل ثلاث قطط مع العلم بأنها كانت مؤذية بالمطبخ، فقمت بحجزها وقتلها، والآن أنا نادمة، فهل أنا ارتكبت إثم في عملي هذا؟ إذا كان لا يندفع شرها إلا بقتلها فلك ذلك، ليس عليك إثم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول هذا السائل: والدي هداه الله يفضل بعض أولاده على بعض، وإذا كلمته في ذلك غضب علي ورأى هذا الصنيع مني من باب الحسد على إخوتي، فما توجيه فضيلتكم في مثل هذا؟ يجب على الوالد أن يعدل بين أولاده، قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فأنت أحسنت في نصيحته، ويجب عليه أن يقبل هذه النصيحة ولا يغضب، لأن هذا هو ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: ما حكم تخصيص قراءة بعض السور والآيات على بعض الأمراض؟ الوارد تخصيصها تخصص، مثل سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، ورد تخصيصها، وأما ما لم يرد تخصيصه فالقرآن كله شفاء، إذا قرأ منه آية أو سورة أو ما تيسر له من باب الرقية لا مانع من ذلك بدون تخصيص. نعم. أحسن الله إليكم. هذا معلم يقول: هل يصح للمعلم إذا سأله طالب في قاعة الاختبارات عن جواب كتبه هل هو صحيح فيبقيه على ما كتبه أو خطأ فيحاول أن يبحث عن الصحيح؟ هل بيان المعلم مثل هذا يعد من الغش، علما أن المعلم لا يدلي بأي معلومة للطالب؟ بلا شك أن هذا من الغش، إذا بيّن له الجواب الصحيح والجواب الخطأ، أو بيّن له الخطأ وأن هذا ما هو صحيح حتى ولو لم يبين له الجواب الصحيح، إن هذا يعتبر من الغش، يتركه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز للمعلم أن يبخس أو أن يشدد ويدقق في تصحيح أجوبة بعض الطلاب بحجة أنهم من المشاغبين؟ لا يجوز له الحيف الإجحاف، بل يجب عليه العدل في حق الطلبة، تصحيح أجوبتهم، يعطيهم ما يستحقون ولو كانوا مشاغبين، المشاغب له عقوبة أخرى، ما الجور والظلم فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة أيضا في هذه الحلقة، هذا أبو سعيد من جدة يقول: عندي ولله الحمد أراضي فضاء وقد وضعت عليها لوحة للإيجار، وقصدي من ذلك حفظ مالي، ولأجل ألا ألزم شرعا بزكاتها، لأنني لو أعددتها للبيع لربما لم أحفظ أموالي ولألزمت بزكاتها، فهل يحق لي هذا ويصح مني وألا ألزم بشيء جناب الله عز وجل؟ ما دمت لم تنويها للبيع فليس فيها زكاة، لأنها ليست للتجارة وإنما هي للقنية، وإذا أجرتها فإنك تزكي الأجر، أما هي نفسها فليس فيها زكاة. الأرض المؤجرة أو الدار المؤجرة أو السيارة المؤجرة، كل ما يؤجر ليس فيه زكاة في نفسه، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم وصف بعض الناس الريحة بكونها هوجاء أو عاتية أو مزعجة أو عارمة، وما حكم وصف بعض الأدوية بأنها أو بأنه قاهر للمرض ونحو ذلك؟ وصفها بأنها شديدة وأنها عاتية هذا جاء في القرآن، ريح صرصر عاتية، وصفها بذلك لا بأس به، وليس هذا من مسبة الريح وإنما هو بيان لوصفها. نعم. وبالنسبة لوصف بعض الأدوية، وكذلك الأدوية توصف بمحتوياتها وأثارها
آثارها، يقال هذا دواء نافع أو هذا دواء ضار أو هذا دواء له سلبيات، فيبين ما فيه. أحسن الله إليكم. السائلة أم محمد من الرياض تقول: امرأة تجاوزت الميقات ناوية العمرة، لكن عليها العادة ويشق عليها الرجوع إلى الميقات وقد وصلت الحرم، فماذا يلزمها إذا أحرمت من مكانها؟ هذا غلط، أن الواجب عليها أن تحرم من الميقات ولو عليها الحيض. الحيض لا يمنع الإحرام، إنما يمنع الطواف بالبيت، فتحرم من الميقات، وإذا وصلت إلى تبقى على إحرامها. إذا وصلت إلى مكة تنتظر حتى ينقطع الحيض وتغتسل، ثم تؤدي العمرة الطواف والسعي والتقصير. إذا خالفت وتجاوزت بدون إحرام وأحرمت من مكة، عمرتها صحيحة، لكن يكون عليها فدية عن تجاوز الميقات، لأنها تركت واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات. نعم. أحسن الله إليكم. أبو معاذ من القصيم يقول: شخص من عادته أن يصلي الليل بثمان ركعات ويوتر بثلاث، فهل إذا قام متأخرا وأدرك الوتر وهي ثلاث ركعات قبل طلوع الفجر، هل يشرع له أن يقضي ما كان يصليه في الليل؟ نعم، إذا بقي شيء للوتر يوتر قبل الفجر، إذا أراد أن يصلي من النهار ما تيسر له من النوافل شيء حسن. نعم. بارك الله فيكم. يقول: إذا غسل الميت وكفن صلى عليه أو صلي عليه صلى عليه من غسله، نعم، وحضر تغسيله قبل صلاة المسلمين عليه، وذهب وصلى عليه مرة ثانية، وكذلك أهله من النساء قبل صلاة المسلمين عليه، فما الحكم؟ لا مانع أن يصلي على الميت بعد تغسيله تكفينه، لا مانع أن يصلي عليه جماعات أو أفراد من الرجال ومن النساء، لكن من صلى عليه فلا يكرر الصلاة مرة ثانية. نعم. حسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا دخلت المسجد قبل أذان الظهر بثلاث دقائق، فهل لي أن أنوي مع تحية المسجد سنة الضحى؟ سنة الضحى فاتت بزوال الشمس، آخر وقت صلاة الضحى ومساواة الشمس للرؤوس قبل الزوال قبيل الزوال ينتهي وقت صلاة الضحى. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول السائل: أيهم أقرب للسنة، إمام يقرأ في الركعة الأولى أقصر من الركعة الثانية لكن على ترتيب المصحف، وإمام يقرأ في الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية لكن على خلاف ترتيب المصحف؟ ما يجوز مخالفة ترتيب المصحف، يعني في الآيات ما يجوز تنكيس الآيات، يجب أن تكون على ترتيب المصحف. أما السور فلا مانع أنه يقرأ هذه قبل هذه، ما في مانع، ولكن السنة أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية. نعم. بارك الله فيكم. السائل أبو هشام من الرياض يقول: إذا تعارضت مفسدتان وأخذ بأدناهما مفسدة، هل يكون إثما بذلك أو آثما؟ هو إذا كان لا تنتفع المفسدة إلا بارتكاب أخف الضررين أو أخف المفسدتين فلا بأس، أما إذا كانت المفسدة تنتفي فيتركها ويبتعد عنها ولا يرتكب لا الصغرى ولا الكبرى، إنما هذا إذا كان لا يمكن تجاوز المفسدة، إذا كان لا بد من حصول المفسدة فيرتكب الأصغر ودرعا للأكبر. نعم. بارك الله فيكم. السائل أبو محمد من تبوك يقول: إذا أكره الشخص على إتلاف مال الغير فعلى من يكون الضمان؟ إذا كان المكره مكلفا يضمنه المتلف المباشر، ما إذا كان المتلف غير مكلف الصغير والمجنون ويكون الضمان على الآمن. نعم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ صالح هذا يسأل يقول: ولا يجوز. نعم. ولا يقول أنا مكره، لأنه لا يدفع الإكراه بالإضرار بالآخر، يدفع الإضرار عنه بالإضرار بالآخر. نعم. أحسن الله إليكم. السائل أبو عمر يقول: ما حكم الصلاة خلف رجل كبير يلحن لحنا جليا؟ لا تصح صلاته، صلاة الذي يلحن لحنا يحيل المعنى يعني يغير المعنى إلا بمثل، أما صلاته بمن هو أحسن منه فلا تصح صلاة المأموم، بل فهو أحسن منه إذا كان يحيل المعنى، ما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى الأمر في ذلك أخف وتصح الصلاة. نعم. السؤال الآخر من أبي عمر يقول: هل يؤمر الصبي بالصلاة بعد إتمام السادسة والدخول في السابعة أم بعد إكمال السابعة والدخول في الثامنة؟ نعم، وتكمل للجواب الذي قبل هذا إذا كان في الفاتحة، أما اللحن في غير الفاتحة فإنه لا يمنع أن تقتدي به إذا كان اللحن ولو كان يحيل المعنى إذا كان في غير الفاتحة، وأما الصبي فإذا بلغ سبع سنين، قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم
الصلاة لسبع، إذا دخل في السابعة حينئذ يؤمر بالصلاة. السؤال الأخير في هذه الرسالة يقول: نصيحة لمن يتغيب عن عمله بدون عذر، وإذا عمل لم يعمل الساعات كاملة بل يأتي متأخرا. هذا خائن لعمله، ولا يجوز له الراتب الذي يأخذه في مقابل النقص الذي في العمل، ما يأخذ الله بقدر ما يعمل يؤدي العمل في مقابله. السائلة أم هيثم من الدمام تقول: فضيلة الشيخ، امرأة حامل يخرج منها السائل على الاستمرار ويشق عليها الوضوء لكل صلاة وخاصة أيام البرد، فهل هذا السائل ينقض الوضوء فتتوضأ لكل صلاة مع أنه يشق عليها، أم يجوز لها أن تصلي جميع الفروض بوضوء واحد؟ لا تصلي الفروض بوضوء واحد، وخروج السائل مستمر، لأن خروج السائل من الفرج ينقض الوضوء، تتوضأ لكل صلاة. إذا كان هذا يشق عليها شدة البرد كما تقول يشق عليها ذلك، فلها الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، تجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير بوضوء واحد. أم صهيب من القصيم تسأل هذا السؤال، تقول: بالنسبة لصلاة 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعدها، هل تصلى الأربع مجتمعة؟ نجلس التشهد الأول بعد الركعتين ثم نأتي بركعتين بعدها ونسلم، أم تصلى ركعتين ثم نسلم ثم ركعتين ثم نسلم؟ نرجو التوضيح. نعم، كل صلاة بتسليم، كل ركعتين بتسليم، تكون الأربع بتسليمتين، قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية: وصلاة النهار مثنى مثنى، لا يجمعها بسلام واحد. فإن كان بعض العلماء رخص في هذا بالنهار وقال لأن رواية وصلاة النهار إنها غلط كما قال النسائي، لكن الجمهور على الاحتجاج بهذا الحديث. نعم. المستمع باخت من جدة يقول: هل صلاة النفل تضاعف في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ نعم، ظاهر الحديث العموم، عموم الصلوات: صلاة في مسجدي هذا، صلاة في المسجد الحرام هذا، صلاة في المسجد الأقصى، هذا عام في كل الصلوات، فريضة والنافلة. نعم. وهل يشمل الذكر؟ لا، على ما ورد به النص فقنا. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة هذا يقول حفظكم الله، يقول: قال تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يقول: ما هو النور الذي كان عليه هؤلاء الكفار؟ ثانيا: لما أشير بالجمع في قوله يخرجونهم؟ ظلونهم، يعني قد يكون الإنسان على مؤمنا على حق، ثم يأتيه الطاغوت الشيطان وطواغيت الجن والإنس فيخرجونه من دينه والعياذ بالله، ويخرج من النور إلى الظلمات. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة تقول: أم عبد الله من الرياض تقول: تزوج رجل امرأة ثانية ولم يخبرها بأنه متزوج من امرأة قبلها، فهل يؤثر هذا على العقد بعد إخفائه وبعد وقوع الزواج؟ لا يؤثر على العقد، ولكن لو سألته عند الخطبة أو سأله وليها هل له زوجة أخرى، لا يجوز له أن يجحد ويكتمها، أما إذا لم يسأله فله الحق في أن يتزوج ولا يخبر بذلك، لكن عليه العدل، يجب عليه العدل بين الزوجات. نعم. المستمع عبد الله يقول: هل يشترط لصحة الرهن أن يكون مقبوضا لظاهر الآية فرهان مقبوضة، أم لا يشترط؟ المسألة فيها خلاف، بعض العلماء يرى أنه لا بد من قبض الرهن، ولكن هذا يشق على الناس ويعطل منافع الأملاك المرهونة. الظاهر والله أعلم أن هذا في السفر، كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا رهان مقبوضة، أن القبض خاص بالسفر، أما الرهن في الحضر فلا يتأتى فيه ذلك أو لا يلزم فيه ذلك للمشقة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا رجل كنت أعبد الله حق عبادته، وقد جاءت فترة وانحرفت، وكلما أجي أتوب أرجع إلى المعاصي، وأنا كثيرا ما أتوب وأرجع وأفعل الفواحش، فهل إذا تبت توبة نصوحة هل تقبل توبتي ويغفر الله لي ذنوبي التي أخطأتها؟ بلا شك يجب تكرار التوبة، كل ما أذنبت يجب عليك أن تتوب، ولا يأتيك الشيطان ويقول لك ما لك توبة، أنت أذنبت وتبت بالأول لا لك توبة الآن، هذا من الشيطان. الله جل وعلا قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فكرر التوبة الصادقة، ولو كنت قد تبت بالأول كرر التوبة الصادقة واعزم أن لا تعود، لكن لو غلبك الهوى والشيطان ووقعت فيها مرة ثانية فلا تيأس من رحمة الله ومن قبول التوبة، فتوب إلى الله عز
عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجزائري.